1989 اختفى طالب أمريكي وهو في أجازة مع أصحابه في المكسيك. وقتها القضية كانت كبيرة جدا، والشرطة فضلت تدور على قاتل الطالب الأمريكي مارك كيلروي لحد ما قدروا يوصلوا لبيت القاتل. بس المفاجأة إنهم لقوا غير جثة مارك اللي كانت مشوهة ومتقطعة، لقوا كمان وعاء كبير مليان أشلاء وأجزاء بشرية لأكتر من 14 ضحية تانية. القصة دي خليط من كل أنواع الجرائم اللي ممكن تسمع عنها أو ما تسمعش. 1962 اتولد أدولفو كونستانزو في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحديد في مدينة ميامي، ووالدته ساعتها كان عندها 15 سنة. اتجوزت بعد موت والد كونستانزو مرتين، وفي آخر جوازة ليها ورثت من جوزها مبلغ كبير جدا خلاها تعيش في مستوى كويس هي وابنها. لكن برغم أن مستواهم المادي كان كبير، لكن كونستانزو كان بعيد تماما عن التعليم، بس تعليمه كان من نوع تاني خالص. كونستانزو كان بيروح مع والدته بشكل مستمر للكنيسة لأنها كانت متدينة جدا، أو ده اللي كانت بتحاول تبينه. لكن رغم التزام الأسرة دي بالكنيسة، إلا أن الجيران دايما كانوا بيلاحظوا حاجات غريبة في تصرفاته وتصرفات والدته. ريحة بيتهم دايما كانت بتبقى وحشة جدا، وبدأت تطلع إشاعات أن والدة كونستانزو بتمارس السحر الأسود، وكلام ده تصدق أكتر لما كان حد من جيرانها بيتخانق أو يختلف معاها ويلاقوا تاني يوم فرخة مقطوع راسها أو رؤوس حيوانات مدبوحة قدام باب بيتهم. والحقيقة إن الجيران دول شكوكهم كانت في محلها، لأن والدة كونستانزو كانت فعلا بتمارس السحر، لأنها بتؤمن بعقيدة السانتيريا، ودي عقيدة بتؤمن بالسحر والقدرات الخارقة للأرواح. والسانتيريا عبارة عن خليط من عبادات كاثوليكية وبعض المعتقدات الأفريقية والديانات زي الفودو المعروف بممارسات السحر الأسود. ومن هنا ده كان تعليم كونستانزو الأساسي لكل حاجة تخص السحر، واللي بدأ يتعلمه وهو طفل عنده 5 سنين، لحد ما وصل كونستانزو لسن 14 سنة. ومن هنا اتجهت ميوله أكتر لعقيدة اسمها البالو، ودي عقيدة مرتبطة بالسانتيريا والتواصل مع الأرواح لكن بشكل أعنف كتير. معتقدي ومؤمني عقيدة البالو مؤمنين إن أي حد مش مؤمن بالبالو المفروض يموت، لدرجة ان العراب او الاب الروحي لكونستانزو في الفترة دي واللي عرفه اكتر عن العقيدة دي كان شخص غني جدا، وده بسبب تجارته للمخدرات. وكانت فلسفته اللي بيعلمها لكونستانزو باستمرار ان يخلي الغير مؤمنين بعقيدتهم يقتلوا نفسهم بالمخدرات، منها يخلصوا منهم ومنها يستفيدوا من غبائهم ويبنوا من خلالهم ثروة على حسب كلامه. وفعلا طبق كونستانزو الفلسفة دي لحد اخر يوم في حياته. ومن هنا اتغيرت حياة كونستانزو 180 درجة. بعد ما كان بيمارس السحر بس اللي والدته علمته له، بدأ كمان ياخد طريق عنيف اكتر، واللي شجعه عليه عقدته اللي مؤمن بيها. واتسجن كونستانزو في امريكا مرتين بسبب اتهاماته بقضايا سرقة، ده غير ميوله الشاذة. وسنة 1983 سافر كونستانزو للمكسيك، وبدأ يكون هناك عصابة من البلطجية واللي قدر يقنعهم بعقد. وبعد شوية شهرة كونستانزو كبرت أكتر في المكسيك على إنه ساحر قوي بيعرف الغيب من خلال مهاراته في قراءة ورق التاروت، وبيقدر يفك السحر ويعمل تعاويذ سحرية. وقدر يكون شعبية كبيرة بين المزارعين الفقراء اللي صدقوا قدراته السحرية. ووصل كمان الموضوع إن أفراد العصابات بدأوا يلجأوا لكونستانزو علشان يعمل لهم سحر يخلي الأرواح تحميهم من الشرطة ومن الأسلحة ومن الرصاص، لدرجة ان فرد من اصعب عصابات المافيا وقتها دفع لكونستانزو 40,000 دولار علشان بس يعمل له سحر يحميه هو وعصابته لمدة 3 سنين. وللأسف وقتها الجهل والخرافات والاجرام كانوا منتشرين بشكل كبير في المكسيك، فده كان بيكبر تأثير كونستانزو بشكل اكبر. ورغم الفلوس الغير محدودة والشهرة الكبيرة اللي وصل لها كونستانزو، الا ان ده ما كانش كافي ليه، فبدأ يتاجر في المخدرات بجانب بالسحر، ويتعامل اكتر مع اكبر العصابات الكبيرة وقتها. لحد ما في مرة كل الاحداث اتغيرت، وجنون كونستانزو عماه ووصله لابشع الجرائم، وتطور من السرقة والمخدرات والسحر للقتل.
واغلب الوقت قتل لمجرد القتل. سنة 1986 اتعرف كونستانزو على عائلة اسمها كلازادا، عائلة اجرامية كبيرة في المكسيك، وبدأ يقدم لهم خدماته السحرية المعتادة. لكن رغم كل الفلوس اللي عملها منهم الا انه بدأ يطمع في حاجات اكتر، فكان مقتنع ان اي نجاح بيحصل لعائلة كلازادا كان بسبب تعاويذه السحرية. فقرر سنة 1987 ان يطلب منهم نسبة من ارباحهم، لكنهم ردوا عليه بحدة وطردوه من المكان. فمشي من هناك غضبان، مش بيفكر غير في حاجة واحدة بس، هي الانتقام. ووقتها اختفى 6 من افراد عائلة كلازادا، من ضمنهم زعيم العصابة، والشرطة لقت جثثهم، او بالاصح الباقي من جثثهم، ولقوها مرمية في النهر. كونستانزو وعصابته خطفوا افراد عائلة كلازادا وعذبوهم بابشع الطرق، واخدوا عيونهم ومخ 2 من افراد العيلة واجزاء كتيرة من اجسامهم، وحطوها في وعاء اسمه وعاء النجانجا. المفروض ان ده وعاء مرتبط بالعقائد اللي كان مؤمن بيها كونستانزو، واللي المفروض بيتحط فيها اجزاء من حيوانات بيتم التضحية بيها، او بيحطوا فيها عظام بشرية كانوا بيجيبوها من خلال سرقة القبور. لكن كونستانزو خلى وعاء النجانجا بتاعه مخصص للتضحيات البشرية بس، وكان المزود الرئيسي لوعاء النجانجا وقتها هو الاشلاء والاعضاء البشرية لعائلة كلازادا، وكانت هي دي البداية لسلسلة من جرائم بشع وجنون ملوش حدود. سنة 1987 اتعرف كونستانزو على سارة إلدريت، ودي طالبة جامعية جميلة ومتفوقة جدا، لكنها اتعلقت بكونستانزو وارتبطت بيه. والشيء الغريب واللي مش مفهوم لحد النهاردة انه برغم تعليم سارة العالي وتفوقها وثقافتها، إلا أنه كونستانزو بسهولة رهيبة قدر يقنعها بعقيدة البالو وكل اللي بيعمله في ضحاياه، وهي كانت سعيدة جدا، وكأن سارة كان عندها استعداد قبل كده. وبعد فترة قليلة جدا سارة بقت المساعد الشخصي لكونستانزو في كل حاجة، وبقت بتشارك وبتبادر في عملياته الإجرامية والتعذيب بشكل حماسي ومرعب، فبقت تشجعه على فكرة اختيار الضحايا العشوائي اللي هو قتل لمجرد القتل. وزادت عدد ضحايا كونستانزو بشكل كبير جدا، فقرر ينقل في مزرعة هو وعصابته في مكان بعيد عن المدينة. وصل جنون كونستانزو لمراحل انه بيصرخ وبيتعصب على افراد عصابته علشان يجيبوله اي ضحية بسرعة، فساعتها كانوا بيروحوا المدينة ويخطفوا اي شخص يقابلهم علشان يضحوا بيه. ما كانش بيعرف ينام غير على صوت صريخ الضحايا، ولو مفيش ضحايا جدد كان بيضحي بأفراد العصابة نفسها. وحتى سارة إلدريت بقت زيه في كل حاجة، لدرجة انها قتلت عاشقها السابق في لحظة جنون مرت بيها علشان بس ترتاح وترضي جنونها. وخلال شهور قليلة قدر كونستانزو وسارة وباقي العصابة ان هم يحولوا المزرعة الجديدة دي لسلخانة بشرية بالمعنى الحرفي، من غير ما اي حد ياخد باله منهم. وده بيرجع لسبب ان وقتها الشرطة المكسيكية كان بيسيطر عليها الفساد وسيطرة افراد العصابات عليها، فما كانش بيتم عمل اي تحقيق حقيقي للحالات اللي كانت بيتخطف ويتبلغ عنها. بس سنة 1989 كل ده اتغير. كان كونستانزو عنده شحنة مخدرات كبيرة عايز يهربها للولايات المتحدة، وعلشان تتسهل الدنيا حب يعمل تعويذة للموضوع كالعادة، وقرر انه يقدم لوعاء النجانجا بتاعه تضحية جديدة. بس المرة دي طلب مواصفات الضحية، شاب يكون امريكي ولون بشرته ابيض، وكانت هي دي الغلطة اللي وقع فيها كونستانزو، لان الضحية اللي العصابة اختارتها واللي بتوافق المواصفات اللي طلبها كونستانزو هو مارك كيلروي، وده الطالب الامريكي اللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة واخر ضحايا كونستانزو. اختفاء وموت مارك ما مرش مرور الكرام زي باقي الضحايا بسبب جنسيته الامريكية اللي وقتها قلبت البلد، وكانت قضية كبيرة جدا في المكسيك، فكان لازم الشرطة تحقق في الموضوع ويوصلوا للجناح. وبالفعل وصلوا لأدلة كتيرة وصلتهم لمزرعة كونستانزو اللي هجموا عليها، واتصدموا من الحاجات المرعبة اللي لقوها في المزرعة. أول حاجة طبعا لقوها بسبب ريحتها البشعة كانت وعاء النجانجا اللي لقوا فيها الأعضاء البشرية والأدمغة والعظام البشرية المطبوخة من الضحايا، وكان محطوط كمان في الوعاء حاجات تانية مرعبة زي مثلا جثث لقطط سودة الصدفة
بتاعة السلحفاة عناكب وعقارب وحاجات تانية كتير كان باين جدا انها موجودة لممارسة السحر. ده غير انهم لقوا المقبرة الجماعية اللي كان بيدفن فيها كونستانزو باقي جثث ضحايا، واللي لقوا فيها غير جثة مارك كيلروي اكتر من 16 جثة تانية، منهم جثة 2 ضباط. وقت مداهمة الشرطة على المزرعة دي كان كونستانزو على علم بالموضوع، فهرب هو وسارة وباقي افراد العصابة، لكن الشرطة قدرت توصل لمخبأه الجديد، لكن كونستانزو ما استسلمش بسهولة، وحصلت عملية اطلاق ناري بين كونستانزو وافراد الشرطة لحد ما خلصت الذخيرة بتاعته. وهنا امر كونستانزو واحد من افراد عصابته انه يقتله قبل ما الشرطة تمسكه، لانه كان عارف ايه اللي هيحصل له ورا كل الجرائم اللي عملها. وفعلا مات كونستانزو قبل ما يتم القبض عليه، واتقبض على باقي افراد العصابة. وسارة إلدرت خدت حكم ب 62 سنة سجن، لكنها قضت 10 سنين بس لانها انتحرت في الزنزانة بتاعتها. وصل عدد الاشخاص اللي كونستانزو قتلهم ل 23 شخص، ده غير ان كل المحققين الجنائيين اللي كانوا بيحققوا في القضية وقتها كانوا عارفين ان في عشرات الضحايا التانية اللي متأكدين ان كونستانزو قتلهم بنفس الطريقة البشعة. ولحد النهاردة يعتبر ادولفو كونستانزو من اخطر المجرمين في العالم، اللي طرق قتله وجرائمه عدت افلام الرعب. سلام عليكم.